أنواع المساجد في الرياض. مسجد الجامع كبير تقريبا فيه 10 مصابيح، وشرحته كذلك تأخذ حول 10 صفوف، وفي خلفه الشرقي فيه مصباحين تقريبا صفين أو 3. تأتي مساجد الفروض. مساجد الفروض في أحجامها تختلف حسب كبر الحي، فإذا كان الحي في دخنة فيه مسجدين فروض يسمونها المسجد الكبير والمسجد الصغير. فالمسجد الكبير فيه حوالي 4 صفوف أو 5، أي حوالي عمودين يعني مصباحين، كل ما بين مصباح صفين أو صف واحد. المسجد الصغير يكون فيه صفين أو 3 صفوف. المسجد الأصغر وهو مسجد خير يكون صف واحد فقط ولا يكون فيه مصابيح. المصابيح تكون على طرف المسجد عند السرحة، والسرحة تكون صغيرة. هذا المسجد حق المزارع ما له إلا باب واحد، الباب الواحد هذا عند من عند السرحة وليس من عند المصابيح، لأن ما يحتمل يوضع أبواب عند المصابيح ليصلى فيها. كذلك ليس له مأذنة، فقط يؤذن في السرحة، أو أنه يصير له فيه مرتفع يحط له جذع خلا ويرقى فوقه ويؤذن. المسجد الجامع له مأذنة، هي المنارة مأذنة واحدة، ليست له كما هو موجود في مصر أو في الشام وغيرها عدة مآذن. كانت مآذن واحد، يرقى يبدأ من ثم الدرجة، هو فوق في السطح الأعلى في سطح المسجد، يرقى المؤذن من ثم الدرجة إلى علو الدرجة ويؤذن في المآذنة المسقوفة. الرياض لا يوجد فيه إلا 10 مساجد فقط، ومسجدين في منفوحة تصير 12، ومسجد واحد في المصانع تقريبا 13 مسجد. هذا قبل التوسع، قبل هدم السور عام 73. لكن بعد هدم السور 73 بنيت مساجد كثيرة، حينما قطعت النخيل كثرت المساجد في جبرة وفي معسال، تحولت مساجد النخيل تحولت إلى مساجد فروض، ووجد بعض مساجد الجمع في بعض أطراف الرياض بعد قطعها، مثل في مسجدين في منفوحة، مسجد الشميسي اللي هو يسمى مسجد بن عتيز. فهذه المساجد بعد التوسع وقطع النخيل وبناء البيوت من جديد.